بمناسبة مرور 21 عاماً على خدمته الأسقفية في الأردن، تهنئ الكنيسة في الأردن سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا على هذه الخدمة المباركة، مستذكرين جهوده الطيبة في خدمة الكنيسة وأبناء الرعاية في الأردن وفلسطين ودوره النبيل في إعادة شمل الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن وتشييده الكنائس والقاعات والمدارس والعيادات الطبية ومشاركته في العديد من النشاطات الخيرية والاجتماعية، وهو لا يزال يواصل خدمته الكنسية في الأردن رئيساً لدير القديس يوحنا المعمدان في موقع عماد السيد المسيح في المقطص. وبهذه المناسبة نصلي إلى الله أن يحفظ سيادته ويمده بالقوة والحكمة والدراية، كما نتمنى له خدمة مباركة وعمراً مديداً، وكل عام وسيادته بألف خير.